او ماي جاد او ماي جاد، تحسوا ان انتوا بتاكلوا بلاستيك. هاي جايز ويلكم باك تو ماي شانل، انا روان داش. هاي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده متحمسه له جدا جدا لانه هيكون من سلسله اكلت حاجات معينه او عملت حاجه معينه لمده 24 ساعه، وانا بعشق السلسله دي. النهارده جايز هاكل اكلات مجمده فقط لمده 24 ساعه. ازاي روان هتاكلي اكلات مجمده لمده 24 ساعه؟ هل انت مجنونه؟ هل انت عبيط؟ انت عبيط؟ خلوني افهمكم. في كل سوبر ماركت في الحياه بيكون في قسم معين ومخصص للاكلات المجمدة الجاهزة، واحنا النهاردة هناكل الاكلات دي لمدة 24 ساعة. عندي فضول كبير جدا اني اعرف هل الاكلات المجمدة الجاهزة السريعة دي هل هي فعلا طعمها حلو، وهنشوف كمان في نهاية الفيديو لو انا هستحمل اني اكل بس اكلات مجمدة حرفيا لمدة يوم كامل. قبل ما نبدأ الفيديو جايز عايز اقول لكم بليز انزلوا اعملوا لايك كبيرة جدا على الفيديو ده علشان نوصل الفيديو لاكبر عدد من اللايكس، وكمان انزلوا اعملوا سبسكرايب لقناتي علشان عيلتنا على اليوتيوب تكبر. جايز بقينا 1.1 Thank you so much guys، انا بحبكم جدا جدا جدا. وتعليقات النهارده هتكون من البنتين الجمال دول، عايزه اقول لهم شكرا من كل قلبي على تعليقاتكم اللي تجنن اللي دايما بتكتبوها لي. ولو انتم كمان حابين ان التعليق بتاعكم انتم يطلع معايا في الفيديو الجاي، كل عليكم تعملوه هو لايك على الفيديو، سبسكرايب لقناتي، تفعلوا جرس الاشعارات علشان كل ما انزل فيديو جديد يوصل لكم اول باول. واخر حاجه هي انكم تكتبوا تعليقاتكم كلها تحت الفيديو علشان هختار تعليقين منهم هيطلع معايا في الفيديو اللي جاي. وبس دلوقتي هنروح مع بعض على السوبر ماركت علشان نعمل شويه شوبينج ونجيب اكلات مجمده تكفينا لباقي النهارده. So let's go. اوكي يا جماعه، وصلت على السوبر ماركت وانا دلوقتي عند القسم اللي انا عايزاه اللي هو قسم الثلاجات، وخلونا دلوقتي نشوف ايه الحاجات اللي احنا ممكن نلاقيها. So yeah. اوكي، طبعا اول حاجه عايزين نجيبها هي الفطار، فده قسم الفطار عندهم. ولقيت البانكيكس دول، وفي برضه وافلز، فانا بصراحه مش عارفه اجيب بانكيكس ولا وافلز، بس شكلي هجيب وافلز، ف هاخد اثنين منهم. واكيد مش هاكل وافلز كده لوحدها، سو هحاول دلوقتي اشوف فواكه او اي حاجه تتحط على الوافلز. اوكي، لقيت قسم الفواكه هنا، فكله هنا فواكه مجمده. في هنا عندنا البلاك بيريز، وفي برضو راس بيريز، بس شكلي هاخد بلاك بيريز. اوكي يا جماعه، دلوقتي بالنسبه للغدا انا حاولت على قد ما اقدر اني الاقي في الثلاجات او في الفريزر مثلا رز، مكرونه، مش لاقيه خالص حاجه زي كده، كلها مثلا فراخ او بطاطس. سو خلونا نشوف هنتغدى ايه النهارده. صراحه في اوبشنز كتير قوي للغدا، بس زي ما قلت لكم مفيش لا رز ولا مكرونه ولا اي حاجه من الحاجات دي. في عندنا كفته، في برجر، في تشيكن ناجتس، بطاطس. اوكي، لقيت القسم ده وعجبني جدا جدا انه عندهم كوردن بلو. يا جماعه انا بعشق الكوردن بلو، كمان عندهم كبه وعندهم حاجات كتير، بس شكلي هاخد كوردن بلو لانه يعتبر غدا. وهنحط الكوردن بلو. تخيلوا يا جماعه، لقيت عندهم شاورما. انتم متخيلين شاورما مجمده؟ اول مره في حياتي صراحه اشوف حاجه زي كده، سو قلت انه هاخدها واجربها بس يعني كده علشان فضول. اوكي، وكمان لقيت هنا الخضار المجمد ده، فهاخد برضو كيس علشان اعمله جنب الكوردن بلو. دلوقتي بالنسبة للعشاء لقيت الجزء ده اللي كله حاجات مجمدة من المطعم اللي اسمه فرايديز، وحبيت جدا انه اجرب حاجة من عندهم يمكن تطلع حلوة. في هنا عندنا الشيكن ستريبس، وشكلي هاخد واحد من دول، ودي برضو شكلها يجنن اللي هي كده كريمي تشيز هالبينو، سو برضو هاخد واحدة من دول. اوكي، سو جيت عند القسم بتاع البطاطس، في كل انواع البطاطس تقريبا، بس انا شكلي هاخد دي لانه حابة قوي اعرف طعمها هيكون عامل ازاي وهي مجمدة. اوكي، دلوقتي ما بقلناش غير بس ان نجيب سناك او حاجة طعمها حلو، حاجة بسكر يعني. انا هنا واقفة عند التلاجة بتاعت التشيز كيك، مش عارفة اجيب تشيز كيك ولا ايس كريم، القرار صعب قوي الصراحة. اوكي يا جماعة، عملت لفة كده طويلة عريضة وفي الاخر رجعت اخد تشيز كيك لانه بعشق التشيز كيك. جبنة مجمدة، انتم متخيلين؟ يعني دي حاجة انا اصلا ما كنتش اعرف ان هي موجودة في الحياة، جبنة مجمدة. اكيد هناخد واحدة ونجربها نشوف طعمها عامل ازاي.
6.5 hours later. Okay guys, so رجعت على البيت واخيرا وعايز اقول لكم اني هموت من الجوع لانه الساعة دلوقتي تقريبا 11 الصبح وما اكلتش اي حاجة وبرضو لسه ما شربتش الكافي بتاعتي وانتوا عارفين ان انا ما بقدرش اصحى وافوق كده من غير الكافي. وبما انه طبعا النهاردة احنا هناكل وهنشرب اكلات مجمدة لمدة يوم كامل طبعا كان لازم يكون في ايست كافي في الموضوع فعلشان كده لما وصلت البيت طلبت الايست كافي ودلوقتي مستنياها. مش عارفة ليه انا كانسانة بعمل حاجات غريبة بايدي وانا بتكلم يعني بقعد اعمل كده كده مين كمان زيي. وهي دي يا جماعة كل الحاجات اللي جبتها لفيديو النهاردة يعني النهاردة بس هاكل من الحاجات اللي قدامكم دول. بصراحة حاسة ان انا جبت كمية كويسة من الاكل يعني بحس الاكل ده ممكن حتى يكفيني اكتر من يوم. اوكي يا جماعة سجيت على المطبخ علشان اجهز الفطار وبحاول على قد ما اقدر اوطي صوتي لانه اخويا قاعد برا بيذاكر وانا صوتي عالي قوي لما بصور سو هحاول اوطي صوتي. خلوني اوريكم هفطر ايه النهاردة. هو ده هيكون فطاري للنهاردة وافلز مجمدة مع الفواكه المجمدة اللي اوريدي يعني بقت مش مجمدة لانها خضرت كتير قوي برا الفريزر. اوكي سو هو ده شكل الوافلز. مش عارفة بصراحة هيطلع طعمها حلو ولا لا بس تحسوها كده حاجة مجمدة شكلها غريب. مكتوب على الكيس على فكرة انه لازم تحطوها شوية في المايكروويف فهو ده اللي هعمله دلوقتي. فهحط الوافلز هنا في الطبق ده وبعد كده جوه على المايكروويف. تارا اوكي ودلوقتي على المايكروويف. اوكي جايز سو بقى عندنا الوافلز جاهزة شكلها حلو قوي بس ريحتها ما تحمسش خالص الواحد ان هو ياكلها. انا اصلا ما بحبش خالص الاكل المجمد لانه بحس انه المية اللي بتكون فيه بتسيح في الاكل وبيبقى طعمه تلج معرفش. وطبعا هنا عندي الفواكه المجمدة حابة ادوق واحدة تحسوا انكم بتاكلوا تلج. اوكي هحط شوية على الوافلز. اوكي اعتقد انه كده كفاية. او ماي جاد يا جماعة شايفين ايدي ازاي اتصبغت من الفواكه. تحسوا ان انا قتلت حد. يا سلام. اوكي شوفوا ما احلى شكل الفطار. شكله يجنن بس مش عارفة ازاي طعمه هيكون صراحة لانه مجمد. وقاعدة بحس انه الفواكه بتسيح فالفطار بتاعي اتملى مية. ياي ايست كوفي. طبعا هنبدا بالكوفي يعني ما فيش كلام. طعمها يجنن. يام. دلوقتي بقى خلونا ندوق الوافلز. او ماي جاد او ماي جاد يا جماعه والله العظيم مش بهزر بس دي تحسوا ان انتوا بتاكلوا بلاستيك. حتى الفواكه استغفر الله العظيم طعمها مش فاكهه طعمها تلج بس يعني مفيش اي طعم فواكه. الفطار ده يا جماعه هديله 1/10. فطاري هيكون ايست كوفي عادي جدا. عايزه اقول لكم اصلا ان انا في العاده ما بفطرش خالص فطاري كل يوم بيكون كوفي بس. فيا هشوفكم في وقت الغدا. يام. احلى حاجه في الحياه كلها هي الكافي. المهم اشوفكم في الغداء. 2000 years later. واخيرا يا جماعه جه وقت الغداء. انا هموت من الجوع حقيقي. حاسه ان انا طول الفيديو قاعده بقول لكم بس ان انا هموت من الجوع. خلونا نشوف الساعه كام. الساعة 4:30 يا جماعة تخيلوا انا لسه مكلتش اي حاجة من الصبح. انا اوريدي عارفة هنتغدى ايه لانه انا اللي جايبة كل الحاجات. لحظة خلوني اوريكم. اوكي سو عندي هنا حاجات الغدا. اول حاجة عندنا هي الخضار المجمد ده وعندي كمان اكتر حاجة متحمسة لها ان شاء الله تطلع حلوة اللي هي الكوردن بلو. الكوردن بلو للناس اللي ما تعرفش هو قطع من الفراخ زي ما انتم شايفين كده وبتكون محشية باللانشن والجبنة. طول عمري باكلها من المطاعم ولا مرة في حياتي شفت ان هي بتيجي مجمدة كده وان شاء الله يا رب تطلع حلوة. واخر حاجة عندنا هي الشاورما. صراحة برضو اول مرة في حياتي اشوف شاورما مجمدة. اصلا ما كنتش عارف ان في حاجة اسمها شاورما مجمدة. الشاورما هي مش الغداء الاساسي بتاعي. الغداء الاساسي هو الخضار مع الكوردن بلو بس قلت يعني يكون عندي اوبشن تاني ان كيس ده ما عجبنيش. طبعا يا جماعة لازم اقول لكم على الاختراع ده اللي هو الاير فراير. دي بتقللكم اي حاجة من غير زيت. او ماي جاد يا جماعة انا دلوقتي اتصدمت صدمة عمري لما عرفت انه البوكس ده كله بيجي فيه بس 3. انتوا شايفين بس 3 حرفيا. اوكي عندي احساس كبير ان شاء الله ان هي هتطلع حلوه. ودلوقتي طبعا هسوي الخضار. او ماي جاد حطيت كتير قوي.
دلوقتي بالنسبه للشاورما طلعت اوريدي مطبوخه، شوفوا ازاي جايه في طبق ومكتوب على العلبه بتاعتها انه لازم نحطها في الفرن او في المايكرويف. في الفرن لازم نحطها تقريبا 15 دقيقه وفي المايكرويف من 3 ل 5 دقائق، وطبعا هو ده اللي هعمله لاني كسولة، اكتر واحدة كسولة في العالم، فهعملها في المايكرويف. فالاول طبعا هنحطها في طبق ممكن يدخل على المايكرويف. هلو هاي، شوفوا مش قادرة تفتح عينها من الشمس. هلو باي اي لاف يو. A few moments later. والغدا بتاعي بقى جاهز. جايز شوفوا ما احلى شكل الفراخ، وتخيلوا ان دي ولا نقطة زيت يا جماعة، حرفيا ولا نقطة زيت. جايز انا متحمسة جدا على الغدا ده، حاسة ان هو طعمه هيكون حلو. سو خلونا الاول نبدأ بالخضار. اوكي الخضار كطعم طعمه حلو بصراحة، يعني حاسة ان الملح بتاعه حلو والتوابل بتاعته حلوة، لكن الحاجة اللي محبتهاش ان هو مش مقرمش خالص، يعني تحس ان هو فعلا طالع من التلاجة، ولما تيجوا تاكلوه بتحسوا ان هو بينزل مية، سو مش زي الخضار الفريش ابدا. خلونا دلوقتي ندوق الكوردن بلو لانه دي اكتر حاجة انا متحمسة لها. واو ولا غلطة يا جماعة، طعمه يتجنن. ومع انه ما فيهوش ولا نقطة زيت، بس القرمشة اللي فيه يا جماعة رهيبة. اوكي دلوقتي نيجي لأقل حاجة انا شخصيا حابة اجربها، وهي الشاورما، لانه شكلها ما يشجعش خالص، حسوها شاورما بايتة بقالها اسبوعين في التلاجة. اوكي انه حلوة، بس زي ما قلتلكم طعمها حلو بس تحسوها بايتة، الفراخ مش فريش خالص بس التتبيلة بتاعتها حلوة. الشاورما دي ممكن نقول مثلا 5 من 10 او 6 من 10 حاجة زي كده. جايز الغدا كان يجنن، طبعا هو ده بس اللي كلته، كلت بس الكوردن بلو، الخضار مش قوي. ودلوقتي عندي شوية editing لازم اعمله، فعلشان كده عندي هنا اللابتوب، فهقعد شوية واعمل editing وهشوفكم تاني على وقت العشاء. اوكي يا جماعة ساعدنا تقريبا ساعة على الغدا، وبصراحة كده نفسي في حاجة مسكرة، فقلت خلونا نروح نسلم على التشيز كيك اللي في الفريزر. اوكي التشيز كيك شكلها غريب، اول مرة في حياتي اشوف تشيز كيك بالشكل ده، يعني ما هذا؟ طبعا اي بني ادم طبيعي المفروض ان هو يقطع حتة في طبق، لكن انا مش بني ادم طبيعي. جايز فعلا شكلها غريب، يعني اول مرة في حياتي اشوف تشيز كيك بالشكل ده. جايز صراحة 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 انسوا شكلها، بس طعمها يجنن. عارفين دي ايه؟ دي الحاجة اللي تاكلوها لو انتوا مثلا تشوفوا موفي وزهقانين، او لو عندكم اكتئاب مثلا بعيد الشر وعايزين برضو تاكلوا حاجة طعمها حلو. شفتوا لما مامتكم تعمل لكم تشيز كيك في البيت طعمها نفس الحاجة، كأنه مامتكم عاملة لكم تشيز كيك في البيت، لكن طعمها رهيب، طعمها حلو 10 من 10. ودلوقتي هرجعها الفريزر علشان ما تخنش. 2 hours later. جايز الوقت عدى وما خدتش بالي، والساعة بقت 10 بالليل، وانا ما بحبش خالص اتعشى في الوقت ده، دايما بحاول على قد ما اقدر ان انا اتعشى بدري قبل ما انام بكتير قوي. اوكي سو العشاء النهارده هيكون عبارة عن تشيكن ستريبس وبطاطس، وايه كمان؟ والموتزاريلا اللي هي الهالبينو موتزاريلا كريم تشيز حاجة زي كده. سو خلوني اروح اجهز العشاء وارجع لكم علشان نتعشى مع بعض. هاي يا جماعة حضرت العشاء بتاعي، حاسة ان العشاء بتاعي النهاردة عشاء اطفال قوي. بحس ان دايما الاطفال هما اللي بيحبوا يتعشوا الحاجات اللي زي دي، بس بصراحة مش هكدب عليكم انا لو كنت طفلة ده هيكون العشاء المفضل عندي. وفي عندنا على فكرة حاجة اخيرة كنا هننساها في الفيديو ده، واللي هي الجبنة المجمدة، لازم اجربها يا جماعة لانه حاجة غريبة قوي، سو هنجربها. اولا سامعين القرمشة؟ في شعرة قطط في الاكل بتاعي. اوكي خلونا دلوقتي نجرب الهالبينو كريم تشيز، شكلها حلو قوي. واو. دي على فكره اللي هي من مطعم فرايديز، وبجد يا جماعه طعمها يجنن، كانكم فعلا طالبينها من المطعم. تقريبا هم بيعملوا كده، بيجيبوا الاكل مجمد وبيقلوه. اوكي اخر حاجه عندنا هي الفراخ اللي برضو من فرايديز، خلونا ندوق طعمها ونشوف لو هي شبه بتاعه المطعم او لا. نو واي
واو جايز بجد كأنكم بتاكلوا في مطعم. اوكي بصراحة انا مش هقدر اكمل كل الاكل ده لاني اصلا ما بتعشاش في العادة وكمان شبعانة جدا من الغدا، لكن اللي اقدر اقوله لكم انه العشاء النهاردة كان يجنن، تقريبا هو اللي فاز. سو العشاء هو اللي هيفوز معانا النهاردة وهياخد 20 من 10 لانه كان ممتاز. اوكي دلوقتي عندنا اخر حاجة اللي هي اسمها الجبنة مكعبات، جبنة مكعبات يعني ملهاش ريحة، شكلها عامل زي الصابون اللي بيتحط في الغسالة. هي حرفيا عاملة زي الصخرة لانها لسه متجمدة. جايز يعني استغفر الله العظيم، بس دي صفر 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 صفر، دي تحت الصفر دي. وبس جايز هي دي هتكون نهاية فيديو النهاردة، اتمنى من كل قلبي يكون الفيديو عجبكم وتكون الفكرة دي عجبتكم. بليز جايز لو عجبكم الفيديو اعملوا عليه لايك واعملوا سبسكرايب لقناتي وفعلوا جرس التنبيهات علشان كل ما انزل فيديو يوصلكم اشعار، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه اكتر حاجة عجبتكم في الفيديو وحابين ان انتوا تروحوا وتجربوها. وبس جايز ثانك يو سو ماتش فور واتشينج، بحبكم قد الدنيا كلها وان شاء الله اشوفكم في كل الفيديوهات الجاية. باي جايز.